هاي جايز، رجعنا لكم من جديد. كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله راح يكون معنا شغلة كتير مميزة. في شغلة نسيت احكيها بالفيديو اللي قبل هاد، انه ضروري الماسك ما نحطه في المنطقة اللي حول العين لانها منطقة حساسة، ما نقربه من المنطقة هاي. بس ماسك اليوم راح نفرده لكل الوش، المنطقة اللي حول العين ولكل الوش، لانه راح يريحنا كتير وهو كتير ممتاز وفعال. قبل ما نبدأ، إذا أول مرة عم تشوفوني لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك اللي باللون الأحمر تحت الفيديو وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. وإذا عجبكم هذا الفيديو طبعا لا تنسوا تحطوا لي لايك وتكتبوا لي في التعليقات مثل ما احنا متعودين شو رأيكم بالفيديو، إذا حابين أي ماسك جديد. طبعا بناء على طلبكم احنا بنعمل الماسكات. وشكرا لتعليقاتكم كتير حلوة. ان شاء الله باذن الله راح اعملكم كل شيء بتطلبوه. وشكرا على الدعم الكبير اللي انا بشوفه بالتعليقات. واليوم ان شاء الله راح نبدا بماسك جديد. اول شيء راح نحتاج مكونين اثنين فقط ومن البيت. المكون الاول اللي هو خيار. طبعا هذا الخيار انا عصرته وجهزته، هذا عصير الخيار، ممكن طبعا على تبشري او بالخلاط تخلطيه بس ما تضيفي عليه مي، وممكن تبشري وتصفيه ويطلع عندك عصير خيارة. طبعا بدنا نحكي عن الخيار. الخيار اشي كتير ممتاز، الكل عارفه تقريبا، الاغلب بيستخدمه. عندنا الخيار غني جدا بالفيتامينات والمعادن والالياف، وطبعا هو مفيد لكل الجسم مو بس للبشره، مفيد طبعا كمان للمعده ولاي شيء ثاني. طبعا هلا بدنا نحكي عن فوائد الخيار. عندنا اي حد عنده بقع او حروق من الشمس، الخيار افضل خيار له. طلعت على نفس الموسيقى النغمه. كمان اي حدا عنده هالات سوداء وبيعاني من الهالات السوداء، طبعا الخيار اشي ممتاز ورائع له. كمان يعني مو بس الخلطة اللي انا ممكن استخدمها اليوم، ممكن تستفيدي من الخيار تقطعي شرايح وتحطيه بالتلاجة لحتى يبرد، وتحطيه لحتى تزيلي الهالات السوداء. عندنا كمان اللي عندها اي حروق من الشمس مثل ما حكينا، الخيار ممتاز جدا لحتى يخلصك من هاي الشغلات. والخيار كمان ممكن يعطيك نظرة وحيوية كتير، يعني إذا عندك مشوار مهم، عندك سهرة أو طلع الصبح على الشغل وما رح تلحق تعملي مثلا ماسكات لوشك أو شغلة زي هيك، فماسك الخيار كتير ممتاز، بخلي وشك على طول مبين فيه نضارة وحيوية وعلى طول مبين فريش. كمان عنا بيعطي ترطيب للأماكن الجافة، وخصوصا اللي بيكون فيه أثر حب شباب أو أثر الحبوب، أو للناس اللي عندها بشرة جافة بيعطيها لمعان لوشها وبيعطيها رطوبة للوش، وبيسكر المسام المفتوحة الكبيرة، بيخلصنا من المسام الواسعة اللي هي طبعا بتسبب مشكلة للناس كتير، وبيقلل من نسبة الزيوت اللي في البشرة للناس اللي بشرتهم دهنية، بيسكر المسام طبعا وبيقلل نسبة الزيوت لحتى يخلصهم من ظهور حب الشباب ويعطيهم نضارة لوشهم مثل ما حكينا. طبعا بينعم البشرة وبيعطيها ملمس كتير حلو، وانت هتلاحظ الموضوع حاد بعد ما تنفذ الماسك، راح تلاحظ الموضوع حاد، راح تلاحظ انه بشرتك كتير ناعمة وكتير حلوة، وبعطيكي طبعا انه ملمس ناعم وكأنك طالعة من صالون تجميل او عاملة شو بنقولها يعني تفتيح، قاعدة تفتيح لبشرتك، جلسة تفتيح للبشرة او شيء هيك، راح تحسي انه كل شيء انت حابة في بشرتك موجود. طبعا هالحين بدنا نحكي عن الماسك ومكوناته، قلنا مكونين، اول مكون الخيار، ثاني مكون عندنا اللبن الزبادي. طبعا الاثنين مع بعض شغلهم خرافي للبشرة. هنحتاج بس عصير خيارة واحدة، وتقريبا مقدار زي نص
علبة لبن أو كاسة لبن. وقفي. ليه تقريبا بتيجي 4 معالق. حسنا تري راح نزود باقي الكمية وبعدين نخلطهم كتير منيح مع بعض. وعنا نعملهم ميكس كتير منيح بعدين بنفردهم على بشرتنا طبعا وعلى ايدينا ممكن وممتاز جدا بكون. وبنخليه مدة تقريبا 1/3 ساعة على بشرتنا وبعدين بنغسله بمية فاترة وبنحط بعدين مية باردة لحتى نتخلص من المسام. وممكن نكرر هذه العملية اسبوعيا يعني كل اسبوع مرة بتعطينا ترطيب كتير ممتاز للبشرة وبتأشر طبعا اذا في اي خلايا ميتة طبعا واحنا بنشيل باللبن ممكن نتخلص منها. هذا راح يعطينا كتير جمال. انا راح افرد على ايدي ووشي طبعا هو بسيط جدا. هتفردي تحسي ببرودة كتير حلوة للبشرة طبعا في الحين في الجو الربيعي والصيفي راح يكون هذا الماسك كتير ممتاز لانه احنا هلأ كتير ناس بتعاني من جفاف في البشرة بسبب هذا الجو. فهذا الماسك راح يكون منعد جدا لهم ممتاز جدا لحتى يعطيهم ترطيب لبشرتهم ولايديهم حتى الناس اللي بيصير عندها جفاف كمان بايديها. هالماسك كتير ممتاز وراح تلاحظي فرق كتير كبير وانتعاش كتير كبير كمان في بشرتك. وراح تتخلصي من هذا الماسك بعد مثل ما قلنا 1/3 ساعة وراح تلاحظي الفرق على طول. ان شاء الله يا رب يكون هالماسك عجبكم وطبعا اكيد جربوه اكتبوا لي بالتعليقات كيف النتائج طلعت معاكم او كيف منطقه خصوصا منطقه العين الهالات السوداء. ان شاء الله راح تكون تخلصت منها تدريجيا هذا الماسك راح يخلصكم تماما منها. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية. واكتبوا لي لا تنسوا تحطوا لي لايك للفيديو تدعموني وتشوفوا الفيديوهات الجاي. ان شاء الله كمان الفيديوهات الجاي راح يكون فيها ماسكات كتير احلى وراح تحبوها اكتر. واذا بدكم اي ماسك اكتبوا لي بالتعليقات شو الماسك اللي انتم بدكم اياه وراح ننفذ ان شاء الله الفيديوهات الجايه. اشوفكم على خير من هلا وقتها. ان شاء الله تكونوا بخير ورمضان كريم للجميع. سلام.